في كردستان العراق اتهم رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أطرافا لم يسمها باستغلال الاحتجاجات في محافظة السليمانية وحرف مسارها إلى العنف والتخريب على حد قوله. وفرض حظر التجوال في مدن المحافظة بعد مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين خلال احتجاجات على عدم دفع مرتبات الموظفين في إقليم كردستان. وفي السياق نفسه وصل وفد من حكومة الإقليم إلى بغداد لإجراء محادثات. مظاهر احتجاج تشهدها السليمانية منذ أسبوع، المطلب هو دفع رواتب الموظفين. مظاهرات لم تخلو من عنف وإحراق مقار حزبية ودوائر حكومية. فرقت قوى الأمن المحتجين بالغاز المسيل للدموع وسقط قتلى، وما زال الصوت المطالب بالحقوق مرتفعا. في كل شهرين نتسلم راتبا واحدا، هل يصح ذلك؟ الناس محقون بالتظاهر بكل السبل، الناس يصابون، يموتون، يريدون الحصول على حقوقهم. شهدت أروقة السياسة على خلفية هذه الاحتجاجات تحركا. يبدو أن احتجاجات السليمانية حركت المياه الراكدة فدفعت أربيل للبحث عن مخرج سياسي لأزمتها الاقتصادية، فوافقت على ميزانية كانت محل جدل مع الحكومة المركزية، ميزانية قد توفر للمتظاهرين رواتب ومستحقات مالية طال انتظارها. تقول حكومة إقليم كردستان إن غايتها تجنيب البلاد مزيدا من التوتر وحالات العنف. المتظاهرون يطالبون بحقوقهم، نحن كحكومة نرحب بكل متظاهر يطالب بحقه، لكن في الوقت ذاته لن نسمح أن يتحول التظاهر إلى صدام وفوضى. تعتزم أربيل إرسال وفدها إلى بغداد لإنهاء النقاش حول الموازنة، ويرى مراقبون أن حكومة الإقليم ستقدم تنازلات بغية الوصول إلى اتفاق يضمن لها حقوقها التي تقول إن تحصيلها سيمكنها من دفع مستحقات ورواتب تأخرت بسبب الأزمة المالية. غسان قطر، العربي، أربيل. وننتقل الآن إلى الشأن اللبناني وتشكيلة الحكومة المرتقبة. قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري إنه قدم تشكيلة حكومته للرئيس ميشيل عون مساء اليوم الأربعاء. وأضاف الحريري الذي وصف أجواء المباحثات بالإيجابية، أضاف أن تشكيلته الجديدة تتألف من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص بعيدا عن الانتماء الحزبي، معربا عن أمله في موافقة عون عليها في الأيام القليلة المقبلة. شرفت اليوم بلقاء فخامة الرئيس وقدمت له تشكيلة كاملة من 18 وزير على أساس الاختصاص والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي. وعدني فخامة الرئيس أنه راح يدرس التشكيلة وراح نرجع نلتقي بجو إيجابي. أمل كبير أنه نتمكن من تشكيل الحكومة بسرعة لوقف الانهيار الاقتصادي ومعاناة اللبنانيين ونعيد إعادة إعمار بيروت. من بيروت سينضم إلينا الآن مراسل تلفزيون العربي أحمد الهاشمي. تحياتي أحمد. رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري يرى الأجواء إيجابية، ولكن من يراقب يغلب الحذر على التفاؤل ويرصد من سيتنازل لإنجاح هذه التشكيلة، فمن عندك ما التفاصيل، ما الذي يجري؟ يعني النقطة التي تفضلت بها هي ما يقوم يعني المراقبون على نشره فعليا عبر مواقع التواصل، عبر بعض التحليلات، عبر يعني تطبيقات المراسلة بما يصلنا نحن بحكم العلاقة ما بينه وبين المراقبين وحتى المحللين السياسيين هنا في لبنان. القائمة التي تم تقديمها من 18 وزيرا مجهولا كما فعليا يعني يقول الناس هنا يعني تشوبها الكثير من الأسئلة. السؤال الأول، هل هناك ثلث معطل تم إعطاؤه للطرف الآخر فعليا برئاسة، طبعا المقصود بالطرف الآخر هو جبران باسيل وفعليا الثنائي الشيعي، ولكن هذه النقطة لا يظهر لها أي بروز إيجابي، وذلك لأن إن كانت قد حصلت بحسب المراقبين فيعني إعطاء الثلث المعطل للطرف الآخر، إن كان قد حصل هذا الأمر فهذا الأمر قد يؤكد على أن اللقاءات العشرة السابقة قبل اللقاء 11 اليوم كان ممكن أن تكون أكثر إيجابية، وهذا الأمر لم يكن ظاهرا أبدا، بل بالعكس أن
اللقاء الذي استمر اليوم لأكثر من ساعة أعطى يعني دفعة كبيرة من الإيجابية التي تحدث عنها سعد أحيري بكلمتها المقتصرة بأقل من نصف دقيقة، وعدم رده فعليا على أسئلة الصحفيين حول هذا الشأن. من المتوقع أن تكون، وهذا طبعا الأمر الذي أكد عليه كم كبير من المصادر للعربي، من المتوقع أن تكون هذه الأسماء 18 هي أسماء محسوبة بدقة حتى ترضى عنها باقي حتى يرضى عنها باقي الأفرقاء، خصوصا الحلفاء السابقين لسعد الحريري بعد الخلافات الجمة التي حصلت بعد فعليا الاختلافات بوجهات النظر التي كانت مع سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية ووليد جنبلاط بحكم معارضتهم لطريقة تسمية سعد الحريري كرئيس مكلف، وبالنهاية يعني النقطة المرجوة منه بتشكيل هذه الحكومة. شكرا جزيلا لك أحمد الهاشمي، مراسل تلفزيون العربي من العاصمة اللبنانية بيروت. مساء